صباح الخير، احنا نقلنا امبارح لكن حبيت اعمل فيديو النهارده علشان احس ان انا في بيتي. اتمنى تكونوا بخير. عاوز اكلمكم عن الادويه اللي بنستعملها احيانا لانقاص الوزن، ادويه التخسيس. كانت صديقه ليا على فيسبوك طلبت الموضوع ده من زمان قوي في نوت، والحقيقه كسلت شويه وطول بيه الوقت، لكن حبيت اعمل الفيديو علشان ده، علشان كذا سنه. أدوية إنقاص الوزن منها نوعين في الدول المحترمة، المفروض إنك في نوع منها بتستعمله بس تحت إشراف طبي تام، لأن لها أعراض جانبية والطبيب لازم يقولك إمتى تتوقف وقد إيه الجرعة وهكذا. في أدوية تانية بنقول عليها over the counter OTC، يعني ممكن تشتريها أنت وتستعملها من غير إشراف طبي. فعاوز أكلمكم عن النوعين دول، ولازم تعرفوا أنتوا بتاخدوا إيه، مش تاخده علشان صديق أو صديقة أخدوهم وخسوا ونجحت معهم العملية. لازم تعرفوا بتاخدوا إيه. عشان نفهم الموضوع ده لازم الأول يبقى لنا خلفية عن فهم إزاي إحنا بنجوع وبنشبع فيما له علاقة بالتنظيم الداخلي في جسمنا. إحنا معدتنا لها علاقة بالمخ، متصلة بيه بنظام هرموني وعصبي، والمخ بيحس كمية السكر في الدم وبيحس كمية معينة من الهرمونات بتبعتها له المعدة علشان يقول احنا كده شبعنا خلاص. فالأدوية اللي بنستعملها تحت إشراف الطبيب بتلعب على مستوى ان المخ يحس بالشبع، نضحك عليه ونقول له انت شبعان خلاص فالعيان ما يكلش، او نلعب على مستوى المعدة، يعني نفهم المخ ان المعدة اتملت خلاص. طيب خلينا نتكلم على الأدوية اللي بتشتغل على مستوى المخ. الأدوية دي مشكلتها إنها قوية جدا في تأثيرها على المخ، والمفروض إن المخ بعد فترة بيبتدي يتعود عليها، وبعدين ما يفرقش معاك تأثير الدواء ده، علشان كده ممنوع تستعملها فترة طويلة أكتر من 6 شهور يستحسن لأ. يعني مش معنى إن الطبيب كتبها إنك تفضل تستعملها على طول، لأ، لازم توقفها بعد 6 شهور بالكتير، حتى لو ما وصلتش بالوزن اللي انت عاوزه، وتجرب طرق تانية. من الأدوية المشهورة دي ميريديا. يروح عند المخ ويقول له انت شبعان خلاص. بيجي لك نفس الإحساس لما تاخده انك خدت وجبة كاملة ومبسوط كده وايه وواكل بقى، وانت الحقيقة واخد الدواء بس. بعد فترة هيبتدي المخ يقول لا ده مش كفاية، أنا مش مقتنع، عاوز كمان أكل كمان. فتحس إنك حتى لو بتاخده بيبقى لسه عندك بعض الجوع، فلو زودت الجرعة مش ده الحل برضه، لأنه هتفضل هتصل لمستوى قد يضرب كبدك بقى، لأن الكبد مشغول برضه في تخلص من سمية الأدوية دي. فأنت ما تعملش تخسس نفسك وبعدين تضر بالكبد بقى، مش ده المطلوب. الأدوية اللي بتأثر على المخ زي ميريديا بتثير الجهاز السمبثاوي، اللي هو بيعمل إيه؟ بيخلينا متحفزين على طول وعصبيين وعاوزين نتخانق، وبتخلي كمان على المدى الطويل فرصة إن إحنا يجيلنا أمراض القلب والشرايين زي ارتفاع ضغط الدم. كمان هتخليك مش قادر تنام كويس، وبما إنك ما بتنامش كويس هتبقى عصبي زيادة، مش بس من تأثير الدواء. وبالذات تحصيل للسيدات الأمهات، مش معقول يكون سبب إن أنتي بتاخدي أدوية عشان تخسسي نفسك ويبقى شكلك جميل، إن يبقى ضحياتي في البيت من الولاد وجوزك وكده. فاخدي بالك إن الأدوية دي لها تأثيرات جانبية وحشة جدا على تصرفاتك، ومش ده المطلوب، إن أنتي يبقى شكلك كويس وتصرفاتك سيئة. مثال كمان على أدوية تخسيس، أدوية تأثر على العلاقة بين المعدة والمخ، فبتكون هرمونات طلع موضة جديدة اليومين دول اسمها HCG diet، بتاخد حقن. الحقيقة الحقن دي بتبقى هرمون موجود في السيدات الحوامل، واحنا مش فاهمين بالظبط بيشتغل ازاي، لكن عارفين انه بيثبط الشهية، يعني العيان لما بياخده بيبقى مش حاسس انه عاوز ياكل. نقل بقى لأكتر حاجة الناس بيستعملوها في مصر، انا سمعت ان الناس بيستعملوا كتير قوي زانيكال. زينيكال ده مثال على الفات بلوكرز،
بيعمل ايه ده؟ كل ما تاخد زانيكان بيمنع امتصاص الدهون اللي انت واخدها في الاكل، فيعمل ايه؟ الدهون اللي بدل ما يمتصها الامعاء تمتصها الامعاء وتوديها للكبد عشان يحولها بقى لحاجات احنا محتاجينها، الدهون بتنضم للدواء ده تتحد معاه وتخرج عبر الامعاء الغليظه ونخرجها. ايه مشكله الموضوع ده؟ احنا الدهون محتاجينها في حاجات كتير، بالذات لو صغيرين محتاجينها لسلامه الاعصاب، محتاجينها لامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون. يبقى احنا يعني مش كل الدهون ما ينفعش نخلص منها كده. ثانيا، له اعراض جانبيه ان الدهون لما تبقى كتير في الامعاء الغليظه بتسبب انتفاخ وغاز واسهال، فيعني مش المفروض انك تتعذب وتجيلك الاعراض المؤلمه دي علشان تاخد ادويه للتخسيس. وكمان المشكله انك لما تاخد زينكال كتير او ادويه كتير بتمنع امتصاص الدهون، هيجيلك على المدى الطويل نقص في الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون في الجسم، لانها مش لاقيه دهون تدوب فيها فمش هتمتص ومش هنحفظها في الجسم. فالدهون دي مهمة أوي لامتصاص الفيتامينات دي. أي فيتامينات؟ فيتامينات بالذات A, D, E و K. فالأربع فيتامينات دي وظائفها مهمة جدا لسلامة الأعصاب والجلد والشعر والحالة النفسية بالذات. فهتلاقي نفسك متعكنن جدا وقرفان من عيشتك لو أنت بتستعمل زانيكال كتير، بالذات بقى لو ست وعندك أولاد، يعني مش المطلوب إنك تطلعي عليهم عفاريت الزينيكال، حرام يعني. مين بقى ممنوع تماما إنه يستعمل الأدوية دي ولا حتى لست شهور؟ الأطفال، حتى لو سمان جدا وما فيش حل، لأن الأدوية دي بتأثر على مخهم ومخهم لسه بينمو. فلا أقل من 16 سنة، وساعات ناس بيقولوا أقل من 25 سنة، لأن المخ لسه بيتكون والأعصاب المايلين بتاعها دي مادة دهنية حوالين الأعصاب لسه بتتكون لحد 25 سنة. فأنتي لما تحرمي نفسك من الدهون علشان المايلين يتكون، هيبقى عندك هسس لحد ما تكبري، يعني هيبقى عندك تأثير دائم على أعصابك بسبب الأدوية اللي استعملتها. ممنوع أيضا استعمال الأدوية دي للسيدات المرضعة. اخر حاجه بقى الاو تي سي، اوفر ذا كاونتر، يعني الادويه اللي انت ممكن تستعمليها من غير اشراف طبي ولفتره طويله نسبيا امنه. اكتر حاجه مشهوره بيقولوا البران، حبوب البران اللي هي بناخدها فبتملى المعده ميكانيكيا، يعني تبقى ايه ماليه المعده، فتبعت امتلاء المعده وامتدادها بيبعت اشاره للمخ ان خلاص انا شبعت. فحبوب البران اللي هي معمولة من الردة يعني كويسة. فيعني لو عاوز توفري على نفسك، خدي ردة. الردة مفيدة جدا ومليانة فيتامين بي وحاجة عظيمة جدا. في حاجة كمان الناس مبسوطين منها قوي، هي الشاي الأخضر والقهوة الخضراء. الشاي الأخضر والقهوة الخضراء بيحرقوا الدهون بطريقة طبيعية. القهوة الخضراء دي حاجة جديدة، في منها كبسولات هتعجبكم قوي النتيجة منها. تحذير بس من الشاي الأخضر إنكم متاخدهوش بعد الأكل على طول، علشان بيمنع امتصاص الحديد فممكن يسبب أنيميا. فأنصح باستعماله بعد الأكل بساعتين كده علشان تدوا فرصة للحديد إنه يمتص. المفروض الأدوية اللي بنستعملها دي مش تكون هي الحاجة الرئيسية اللي احنا بنستعملها عشان نخس، ده احنا المفروض نكون بناكل اكل صحي وبنلعب رياضه، مهم قوي قوي بالذات للسيدات، لانك لما بتخسي وبتحرقي دهونك وما بتلعبيش رياضه جسمك شكله هيبوظ، هيتهدد، كل حاجه هتقع. لازم تكوني بتلعبي رياضه علشان العضلات تفضل موجوده، تفضل سليمه وشده جلدك معاها.
لان لما الدهون تختفي فجاه جسمك هيتهدم، يبقى مفيش غنى عن الرياضه والاكل الصحي مع الحاجات دي كلها. هي دي حاجات مساعده مؤقته لكنها مش الحاله الاخيره. مفيش حل لكل مشاكلنا سواء صحيه جسمانيه نفسيه الا الاكل الصحي والرياضه، هي دي البدايه لكل حاجه تانية. ليه حديث تاني عن التخسيس. اتمنى لكم كل الصحه. منكم سعيد.